السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم جميعا في لقائنا اليوم المتجدد بإذن الله في موضوع صحي جديد نلاقيكم فيه، يهم كل فرد مهتم بالصحة، مهتم إنه يحسن من أسلوب حياته، من طريقته في ممارساته اليومية، خاصة فيما يتعلق بالتغذية. احنا نتكلم اليوم عن الوان جميلة جدا الله سبحانه وتعالى اعطانا اياها ووفرها لنا في الطبيعة بشكل طبيعي ومتوفرة، ممكن نحن نمتع ناظرينا فيها وايضا نستمتع في ملذاتها. معكم المثقفة الصحية إيمان تركي بإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى شؤون الأسرة، ويا حياكم الله جميعا. نحن بإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، دائما نتطلع لتوفير ما يمكنه من برامج، من فعاليات، من فقرات تساعدنا في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، ولأن هذا واجبنا ودورنا من الضروري ان نحن نتواجد وياكم في مثل هذه المنصات التثقيفية، خلنا نقول والتواصل الاجتماعي، عسى بنلتقي فيكم بصحة وسلامة وامان، كل في بيته، كل ملتزم بالتعليمات ويمارس حياته باسلوبه الصحي. بندخل ان شاء الله لموضوعنا، خلوني أول شيء أشوف كم شخص فين من المتابعين اليوم يحب يتناول الخضار والفواكه. خلونا نشوف، نسوي إحصائية بسيطة من الحضور، كم شخص حريص إنه يومياً يتناول نوع من الخضار أو الفواكه؟ أشوف تعليقاتكم بالنسبة حريصين في وجباتكم الغذائية الثلاثة الرئيسية من النهار. ممتاز، الأغلبية يعني يحب الخضار والفواكه ضمن وجباتنا الغذائية في اليوم بمختلف أشكالها، إن كانت سلطة، إن كانت خلنا نقول فاكهة أو ثمرة فاكهة كاملة أو بصورة عصير. ربي يعافيكم جميعا، نشكركم على تفاعلكم ويانا. في دراسة وإحصاءات سووها عالميا شافوا ان فقط 15% من البالغين مهتمين بموضوع الفواكه والخضار. الفواكه والخضار لما نتكلم عنهم نحن نتكلم عن 5 وجبات من الفواكه والخضار. احنا يوميا نتناول 3 وجبات رئيسية، بس احنا لما نتكلم عن 5 خلنا نقول حصص مش وجبات، 5 حصص غذائية من الفواكه والخضار لازم يكون ضمن وجباتنا الغذائية أو جدولنا الغذائي في اليوم، لأن الخضار والفواكه فوائد كثيرة بنتطرق لها في جلستنا اليوم. 5 حصص من الفواكه والخضار. في الدراسة هذه شافوا أن فقط 15% من الناس ملتزمين بتناول الخضار والفواكه أو ملتزمين بال5 حصص، فالبعض منهم حصة، حصتين، 3 أو أقل من ذلك أو من عدم. ف15% جدا نسبة قليلة إن نحن ما نوصل للفائدة المرجوة. فشافوا إن من خلال إن في قلة في أو رغبتهم في تناول الخضار والفواكه. لما درسوا السبب بغوا يعرفون شو السبب إن الناس ما يحبون يتناولون أو مقلين في تناول الخضار والفواكه، شافوا ان الناس مش عارفة كيف تقيس ال5 حصص، كيف انها تقيس ال5 حصص وتقدر تاخذها بالطريقة اللي تحتاجها. فبدأوا هني يوعون الناس مسألة ال5 حصص من الفواكه والخضار بطرق مبسطة بنتطرق لها اليوم ايضا، كيف ممكن انتو تحسبون ال5 وجبات او 5 حصص من الخضار والفواكه في اليوم. أول شيء فوائد الخضار والفواكه، أعطوني بعض الفوائد اللي تعرفونها عن الخضار والفواكه. شو الفوائد اللي تعرفونها من تناول الخضار والفواكه؟ خلونا نشوف تعليقاتكم بالنسبة للخضار والفواكه.
شو المواد الغذائية أو المغذيات الموجودة في الخضار والفواكه اللي نحتاجها يوميا على أساس نحصل على البروتين. ممكن إذا كان البروتين من مصدر نباتي، نعم، مثل البقوليات، معادن، فيتامينات تقوي المناعة، وهذا صار حدث العصر الحالي، إن نحن نحتاج نقوي مناعتنا، تحتوي على الماء فعلا. نحن في فترة الصيف الحين نحتاج، إن قاعدين نفقد كميات أعلى من الماء بسبب الطقس الحار، فنحتاج نعوض الجسم بكميات أعلى من الماء. فيتامينات، فيتامين سي الضروري جدا لتعزيز مناعة الجسم، الحديد من المعادن الضرورية أيضا لتحسين صحة الدم. كل اللي ذكرته صحيح. الفواكه مع شكلها الجميل، مع رائحتها الزكية، مع طعمها اللذيذ، مع كل المواصفات الإيجابية أو الجميلة اللي الله وهبنا فيها، أيضا تحتوي على مكملات ومكونات غذائية هامة جدا، وعناصر نحتاجها في نمونا منذ، خلنا نقول، الطفل بداية ما يبدأ إنه يأكل. نحن نبدأ ندخل له شو قبل ما نبدأ وياه أي مادة بروتينية من اللحوم أو الدواجن، شو نحن نعطي خضار، ونبدأ بالتدريج ندخل له القمح، ندخل له مواد خضار وفواكه. فهذه ضرورية للنمو الجسمي العصبي للطفل وأيضا للبالغين. فهو غني بالفيتامينات، بالمعادن مثل الحديد، مضادات الأكسدة. شو يعني مضادات أكسدة؟ احنا وايد نسمع بهذا المفهوم، مضادات أكسدة. شو يعني هالكلمة؟ مضادات أكسدة يعني الجسم لما يتعرض لالتهابات معينة يبدأ عنده بعض الخلايا، ممكن خلنا نقول تموت، تتعرض للتلف. فمضادات الأكسدة تساعد على حماية هذه الألياف، الخلايا، الأعضاء، فتحافظ عليها من التأكسد والتلف. فايبرز أو الألياف غنية فيها الفواكه تحسن عملية الهضم عندنا. فإذا الإنسان يحس بصعوبة بالهضم، في عسر بالهضم، يعاني من الإمساك المزمن، فالفواكه والخضار أول حل يلجأ له لتحسين عملية الهضم عنده. يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة اللي نسمح فيها الحين، عندنا ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، بعض أنواع السرطان ثبت ارتباطها ب كثرة التناول الخضار والفواكه، يساعدنا في الوقاية من بعض أنواع السرطان. السكتات الدماغية أيضا الفواكه والخضار لها دور إيجابي في تحسين صحة القلب والدورة الدموية، وبالتالي الوقاية من الإصابة بالسكتات الدماغية. وأيضا بعض الأمراض النفسية، خلنا نقول مثل الزهايمر، فقدان الذاكرة اللي يبدأ عند كبار السن، هذا أيضا ثبت أن العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والخضار تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالزهايمر. انزين، خلونا نحن نتطرق للالوان اللي قلنا نحن ممكن نزين فيها طبقنا الغذائي. خلونا نشوف الالوان الجميله اللي طبقنا الغذائي يتميز فيها. بنتكلم عن لون لون، وكل لون له فوائد مختلفه. يعني الفاكهه لما نشوفها سبحان الله طلع يعني في جانب مشترك بين الفواكه والخضار اللي من نفس اللون. خلونا نشوف اللون الأول اللي بنتحدث عنه اليوم اللي هو اللون الأحمر. اللون الأحمر الموجود في الخضار والفواكه هي تنتج من مادة اسمها الليكوبين. هاي المادة غنية بمضادات الأكسدة اللي تساعد على مقاومة الأمراض، غنية بمادة الحديد وحمض الفوليك. يمكن كل امرأة تناولت حمض الفوليك في فترة الحمل وعرفت شو أهميته من الطبيبة المعالجة لها، وأكدت عليها أن حمض الفوليك من المواد
الهامة اللي تساعد على الوقاية من تشوهات العمود الفقري لدى الجنين. مادة ثانية مهمة هي البوتاسيوم وفيتامين سي وA اللي هو ألف وجيم، الهامين أيضا لصحة العظام والبشرة أيضا بالنسبة للجميع. فهذه بالنسبة للون الأول من الألوان الجميلة في أطباقنا الغذائية من الخضار والفواكه. ننتقل للون ثاني أيضا جميل، اللون البرتقالي خلنا نقول أو الأصفر. هذه ناتجة عن مادة اسمها البيتا كاروتين. مادة البيتا كاروتين هذه تقوي الجهاز المناعي بشكل ملحوظ. يمكن نحن دائما نقول عصير برتقال عشان الفيتامين سي، عصير الليمون، الليمون، خلنا نقول الحمضيات بشكل عام من هذه الفصيلة، ودائما نحن نوصي فيها أساس تعزيز مناعة الجسم، فتقوي تحسن خلنا نقول من الخلايا الموجودة في العينين، بالتالي تحسن من النظر. فلما نتكلم عن الجزر دائما نقول انه يقوي النظر، فارتبط اللون بفوائد معينة. علامات الشيخوخة اللي تظهر عند الإنسان، اتضح أن اللون البرتقالي أو الفواكه والخضار من فصيلة اللون البرتقالي والأصفر لها ارتباط بتحسين خلنا نقول علامات التجاعيد اللي عند، وتحسن الكولاجين الموجود في الجسم، فبالتالي تقل ظهور علامات الشيخوخة اللي نحن نشوفها. تحافظ على صحة المفاصل خاصة لمن يعاني من التهابات في المفاصل، وأيضا الناس اللي يعانون من تكون المياه البيضاء في العين ينصح بتناول الخضار والفواكه من اللون الأصفر والبرتقالي. ننتقل للون آخر جميل، لون عيناوي، اللي هو اللون الأزرق أو البنفسجي. هو غني بمادة شوي اسمها غلس، فأنا عساس أقرالكم إياها لا تضحكون علي وأنا أنطقها، الفيلافونيد والأنثوسيانين. هاي المادة اللي شوي نطقها صعب لكن فايدتها كبيرة. احنا دايما نوصي الناس خلنا نقول التوتيات او اللي هم التوت الازرق، التوت الاسود، العنب، البصل، الملفوف البنفسجي، الباذنجان، هذه كلها مواد غنية بهذه المادة اللي ذكرناها، وفيها نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وتحمي الخلايا من التلف مثل ما قلنا، وتقي من الإصابة بالالتهابات، وتقوي الجهاز المناعي، وأيضا تقاوم بعض الخلايا السرطانية. وبالنسبة للذاكرة لها دور كبير في تحسين الذاكرة وتقلل من نسب الإصابة بالزهايمر، تزيد من نسبة الإدراك، وتحمي الخلايا العصبية من التلف. هاي اللون البنفسجي. بننتقل للون درسناه في مادة العلوم من احنا صغار، عرفنا المادة هاي من واحنا صغار، مادة الكلوروفيل. هاي المادة مش بس تعطينا اللون الأخضر مثل ما درسنا في العلوم وكنا نعرف انه كيف يتكون هذا اللون وكيف ينتج في النبتة. هذا اللون كل ما زاد اللون في المادة الغذائية، كل ما كان اللون داكن أكثر، كل ما يعني إن في نسبة حديد أعلى. فإحنا هني شو نقول؟ معناته الخضار والفواكه ذات اللون الأخضر فيها نسبة حديد عالية، تساعد على تنقية الجسم من السموم، وتتخلص خلنا نقول تخلص الأمعاء من السموم المتراكمة في الجسم، تنظم مستويات ضغط الدم والكوليسترول في الدم، يقلل الروائح الكريهة في الفم، ويحمي من الجفاف. يعني عادة ما نحن نوصي بالنعناع لتزكية الفم، ويمكن كثير منتجات اللي تستخدم في تفريش الأسنان، تنظيف الأسنان، فيها مثلا مواد من النعناع، وأيضا خلنا نقول بعض اللبان والعلكة اللي تنباع أيضا تستخدم فيها من بعض الأنواع اللي تساعد على تزكية رائحة الفم. ننتقل للون أخير، لون الأبيض.
والله يجعل أيامكم كلها بيضة وجميلة بإذن الله بجمال هذه الألوان اللي تكلمنا عنها اليوم. اللون الأبيض مقاوم عالي للخلايا السرطانية مثل البصل والثوم اللي دائما نحن نوصي فيه. اللون الأبيض الشيء اللي يميزه إن كثير من الخضار والفواكه لونها أبيض لكن قشرتها ملونة، فهي يعني دامجة يمكن من فوائد لونين مثل الموز مثل الكمثرى. التفاح أيضا ممكن نحن نقول دامج اللونين أيضا، لكن نحن التفاح ناكل قشرة، في مثلا الموز ما نقدر ناكل قشر الموز. تتميز الثمرة أيضا في أن فيها خلايا اللي تحارب، قلنا خلايا سرطانية اللي هي خلايا تي وبي، تقوي الجهاز المناعي، تخفض من مستويات الكوليسترول وضغط الدم في الجسم. احنا بهالطريقة تحدثنا عن الألوان الجميلة اللي موجودة في طبقنا الغذائي، موجودة في الطبيعة. لكن السؤال الأهم من هذا كله، إيش كثر نحتاج يوميا من الخضار والفواكه على أساس نوصل للفائدة المرجوة؟ منظمة الصحة العالمية الـ WHO توصي بتناول 80 جرام من الخضار والفواكه. إنزين، الناس ممكن يستصعبون موضوع 80 جرام. احنا مو كلنا عندنا ميزان يوزن الاكل في البيت، مش كلنا عارفين نوزن الطعام في البيت بالشكل الجرامات هذه. يعني نتعامل بطرق بسيطة، نبغي طرق تسهل علينا القياس. 80 جرام لما نتكلم عنها هي مجمل، لكن انا بتكلم عن حصة غذائية. فإذا عندنا نحن في اليوم 5 حصص غذائية، كيف أنا أقدر أحسب حصصي الغذائية؟ بتكلم أول شيء عن الفواكه. إذا عندنا الثمرة الكاملة مثل عندكم حبة الموز المتوسطة، التفاحة، البرتقال، هذه نحن نحسبها حصة غذائية كاملة. يعني إذا تناولتوا تفاحة كاملة أنتوا أنجزتوا 1 من 5 المطلوبين في اليوم، تم لكم 4، الأربعة عاد اختاروها من اللستة الثانية اللي بذكرها. نصف شريحة جريب فروت، فاكهة الجريب فروت شوي كبيرة، فنصف شريحة يعني لما تقصونها بالنص نص تشاركوا فيها مع أحد، أو تاكلونها كاملة. إذا كلتوها كاملة كأنكم خلصتوا 2 حصص غذائيات من الفواكه والخضار، فتم لكم. إذا خلصتوا 2 تم 3. الأفوكادو أيضا لأن فيه يعتبر شوي سعرات الحرارية عالية مقارنة بالباقي، فممكن نصف شريحة منه تعتبر حصة غذائية من حصة غذائية من السؤال اللي دائما ينطرح، شو الفاكهة اللي تضعف الناس؟ كلهم يبون يضعفون. أتوقع هذه الفترة هي أكثر فترة الناس يحلمون فيها أو يتمنون أنهم يحصلون الطرق السحرية لإنزال الوزن. إن شاء الله بنتطرق لبعض الفواكه اللي ممكن خلنا نقول منخفضة السعرات الحرارية، ما بنقول أنها تضعف لكن بنقول منخفضة السعرات الحرارية. بنرجع لطريقة حساب الحصص الغذائية للفواكه. شريحة البطيخ أو الشمام أو الأناناس هذه تعتبر حصة غذائية واحدة. إذا بني بنتكلم عن العنب، الكرز والتوت، هذه الفواكه اللي صغيرة، كيف نحن ممكن نحسبها؟ بنحسبها بحجم كف اليد. فإذا قلنا حفنة من اليد، ملء كف اليد يعتبر من العنب أو الكرز أو التوت أو ما شابه من الفواكه الصغيرة هذه تعتبر حصة غذائية. ملعقة طعام من الفواكه المجففة تعتبر أيضا حصة غذائية، ملعقة طعام واحدة. ليش نحن ما قلنا أكثر من ملعقة؟ بتطرق فيها أيضا خلال حديثي اليوم، خاصة بالنسبة للفواكه المجففة. الصوت مش موجود، ما أدري الكل ما يسمع الصوت، لأن أشوف في حد كاتب الصوت مش موجود. تأكد من عندك إذا مشغل الصوت، يمكن ميوت بالغلط.
فعندنا الفواكه المجففة اللي نتكلم عنها، الزبيب والتين والمشمش المجفف. ملعقة طعام واحدة من هذه النوع من الفواكه المجففة تعتبر حصة غذائية كاملة للفواكه اللي نحتاجها. الحين تكلمنا عن شو؟ طرق حساب الفواكه. الحين بنقول طرق حساب الفواكه وبننتقل للخضار. بس أنا يوم أقول 5 حصص غذائية من الخضار والفواكه، يعني أنا ممكن حصتين فاكهة و3 خضار، ممكن 3 خضار 2 فاكهة، لكن ما أقصد أني أحتاج 5 حصص فواكه و5 حصص خضار، لا، هاي بتجي 10. فأنا إذا لما أقول 5 حصص هي تشمل الفاكهة والخضار. بننتقل إن شاء الله بنرجع لسؤال السعرات بين الفواكه المثلجة والطازجة والمجففة. الخضار، كيف ممكن نحن نحسب الخضار؟ تعرفون هذه الملاعق؟ شايفينها عندكم؟ أكيد شايفينها في برامج الطبخ تستخدم، يمكن أكيد شايفينها في محلات. الحين صارت متداولة بشكل كبير، وممكن نحن يعني تساعدنا في القياس تقريبية تساعد. فلما نتكلم عن الخضار، خاصة لما بنتكلم عن خضار الورقية، عندكم اللي هي الخس، عندكم الجرجير، البربير وغيرها من أنواع الخضار اللي متعارف عليها، كيف نحن عد انزين بالنسبة للأساي بعد ما نرجع له، صار هذا أيضا ترند الحين في الفترة الحالية. بالنسبة للخضار من الورقية، كيف نحن ممكن نحسب الخضار الورقية؟ لما نقول طبق أو خلنا نقول كوب، مقدار الكوب مكتوب هني في هذه الملاعق، تنكتب عادة الأكواب، فالكوب تقريبا هو بحجم هذا، يعني ما أدري إذا الحجم التقريبي هذا مقدار الكوب. لو نملأ هذا الكوب بالخضار الورقية، كوب واحد، لا، 2، لا، 3، 3 أكواب بهذا الحجم تساوي حصة غذائية من الخضار اللي نحتاجها. 3 أكواب بهذا الحجم حصة غذائية من شو؟ الخضار. أوكي، نرجع إلى السلطة. السلطة أيضا مقدار كوب، بس السلطة كوب واحد. ليش؟ لأنها تكون مشكلة عادة، فيها أكثر من نوع، فيكون في تفاوت في المواد الموجودة، فنقول كوب واحد من السلطة المشكلة تكفي كحصة غذائية. انزين، الحين تكلمتي أنت الأخت آمنة عن الفواكه المثلجة والطازجة خلنا نقول المجففة. المجففة نحن تكلمنا عن الفواكه، لكن بالنسبة للخضار المطبوخة أو المثلجة كيف ممكن نحسبها؟ 3 ملاعق من الطعام تعتبر اللي هي من الخضار، عفوا 3 ملاعق من الطعام من الخضار المثلجة أو المطبوخة أو الطازجة تعتبر حصة غذائية. 3 ملاعق يعني تقريبا يعني هذه أكبر من ملعقة طعام، لكن أصغر من هذه نحتاج 3 منها على أساس نحسب الحصة الغذائية من الخضار. وين عندنا وقت نقايس بالأكواب؟ اللي نقايس بالنظر خلاص لا لا، الأكواب يعني صحيح ممكن الناس ما يقدرون إنه دائما يلا بنتناول وبنحسب، وهذا هو مش شرط أساسي إن نحن نكون دقيقين بالملي في قياسنا، هو مجرد تقريبي، يعني أنتوا شفتوا بالنظر هذا كم حجمه، بتقدرون تقديريا يعني تجيبون مثلا ملة صغيرة في البيت متوفرة عندكم مقاربة لهذا الحجم تحسبون الحصة الغذائية. فالفكرة هي إن نحن ننوع في الخضار والفواكه، وكيف نحن ممكن نلون الطبق الغذائي. عندنا الغداء والعشاء والريوق كلها وجبات غذائية نتناولها، وكيف نحن ممكن ننوع في محتواها وناخذ الفائدة اللي نحتاجها منهم. ف
يا إما كثمرة كاملة ممكن تعتبر حصة غذائية مثل التفاح والموز والكمثرى والبرتقال، ممكن إذا كانت بحجم متوسط بنحتاج اثنين منها مثل فاكهة المانجوستين اللي هي الشرق آسيوية. تعليقاتكم جميلة الصراحة، يعطيكم العافية جميعا، وأشكركم على تواجدكم اليوم ويانا. بالنسبة للفواكه اللي مثل ما قلنا الصغيرة بحجم اليد كف اليد أو بمقدار كوب تقريبا، من التوت، الكرز، العنب، ملاعق كبيرة من الطعام، ملعقتين طعام ممكن نقول، ملاعق الطعام من الخضار ثلاثة بنحتاج. بالنسبة للخضار والفواكه المجففة، هذا سؤال وايد مهم لأنه ممكن كثير يحبون يتناولونها خلال اليوم. فائدتها جدا عالية، فيها نسبة ألياف عالية، فيها نسبة ماي عالية، لكن ممكن يكون محتواها من السكر أكثر من الفواكه الطازجة. ليش؟ لأن عملية التجفيف هاي يعني حتى يعني بالمذاق، أنتوا لما تأكلون مشمش مجفف ومشمش طازج بتحسون طعم الحلى اللي في المشمش المجفف أعلى من المشمش الطازج. بالعكس، المشمش الطازج يمكن فيه طعم حموضة شوي، يمكن تحسون بعصارة المشمش العصير اللي فيه. فبشكل عام الفواكه المجففة لازم ما نكثر منها، فلهذا التوصية كانت ان الفواكه المجففة ما نزيد عن ملعقة طعام مثل الزبيب، التين المجفف، المشمش المجفف بأنواعهم. الفواكه المثلجة، المثلجة تعتبر في قيمتها الغذائية مقاربة لقيمة الفواكه الطازجة وحتى بالنسبة للخضار. نحن لما نتكلم عن الفاكهة تقطف من الشجرة، خلنا نقول، خلنا نتخيل عندنا مزرعة، فلما نشل الفاكهة من الشيرة هاي ونقطفها نغسلها وغيرها وناكلها، لكن لما نشتريها من الجمعية هي تكون مقطوفة، مرت بمراحل من خلنا نقول القطف، التجميع، التخزين، لحد ما وصلت للجمعية خذت لها وقت. ففي هذا الوقت اللي هي وصلت ما يعني ممكن فقدت بعض المواد الغذائية فيه. لكن الفواكه المجمدة شو الميزة اللي فيها؟ إن مجرد ما تقطف يتم غسلها وتنظيفها وتثليجها، فلما توصلنا باردة مثلجة مثل ما ثلجت أول مرة، فبالتالي الفائدة والقيمة الغذائية هي واحدة اللي في الفواكه المثلجة. لا، لأن ما مرت بأي عمليات أخرى، خلنا نقول، غير أنها قطفت وتغسلت وصار في تخزين لها. أما الفواكه المجففة تمر بعمليات تصنيع، فنخلنا نقول تفقد بعض المواد لكن تزيد فيها بعض المحتويات، فتكون أعلى في السعرات نتيجة زيادة نسبة السكريات فيها. فعندنا أيضا أحيانا بالنسبة بشكل عام ذكرتوا عن الأساي. الأساي ما يعتبر سيء، لكن يمكن يعتبر محتواه من السكريات عالي، وحجم الطبق أيضا يلعب دور، فنحاول ما نكثر منه. فبما أنه صيف والجو حار، يفضل أن نحن نتناول خلنا نقول أشياء تبرد علينا شوي، أشياء تعطينا أو فواكه وخضار فيها نسبة عالية من السوائل مثل البطيخ، الشمام، المانجا. فسبحان الله كل موسم ربنا سبحانه ما خلق الفواكه والخضار في مواسم معينة عبثا، كانت في حكمة في الموضوع. الفائدة اللي يعني أنا في الصيف أحتاج نسبة سوائل عالية، وسبحان الله ربنا وفر لنا فواكه صيفية معينة ما تنوجد ممكن في مواسم أخرى، إلا إذا كانت طبعا مزروعة بطرق أخرى.
وأيضا في فواكه موجودة في مواسم خلنا نقول باردة، مش موجودة في مواسم الصيف. فضروري نحن يكون في وجباتنا الغذائية فواكه وخضار، ما نقطع عنها أبدا، ونعلم عيالنا عليهم خاصة الأطفال. البعض يقول زين أنا طفلي ما يحب الخضار والفواكه، كيف ممكن أنا أشجعه؟ العملية جدا بسيطة، أنتوا إذا جبتوا الفواكه وغسلتوها وقطعتوها وحطيتوها في طبق أمامهم، صدقوني إنهم أول ناس بيخلصونها وإن كانوا ما يحبونها. لكن إذا ما كانت متوفرة أمامهم فما بيشوفونها، ما بيفتحون الثلاجة وبيتعنون لها، فبيدورون على الشيء السهل وبيبدون يدورون يعني يسألون عن الحلويات وغيرها. فدائما خلينا نخلي المادة متوفرة أمام عينهم، لأن العين لما تشوف الشيء ترغب فيه. فأنا لما بشوف الفواكه والخضار أمامي فراح أرغب فيها بشكل أكثر. نحاول أن يعني وجباتنا الخفيفة اللي تكون في المنزل تكون مليئة بالخضار والفواكه. الحلويات اللي مصنوعة في المنزل ممكن نزينها بالفواكه، ممكن نخلي مثلا الكيك محشوة بالفواكه الطازجة. البعض ممكن يستخدم فواكه معلبة، وهذه أيضا نحن نتحاشاها، لأن الفواكه المعلبة يكون فيها نسبة سكريات عالية، فيها مواد حافظة، فما راح تكون الفائدة مثل الفاكهة الطبيعية. فنسبة الألياف ونسبة السكريات الطبيعية ونسبة المعادن والسوائل الموجودة في الفاكهة الطبيعية لا تقارن بأي فاكهة مرت بعمليات تصنيع مختلفة. من الطرق اللي أيضا ممكن تشجعنا نحن نتناول الخضار والفواكه أن تكون من الأطباق الرئيسية، يعني مثل ما نحن نهتم أن العيش يكون موجود على المائدة، السمك يكون موجود على المائدة، اللحم يكون موجود على المائدة، خلنا نلون المائدة هذه، نخلي فيها أطباق من الخضار والفواكه على أساس تسر الناظرين وتسر قلوبنا ونتناولها. لكن إذا ما كانت قدامنا ما بنشتهيها، أو يمكن إذا مش متعودين عليها بنتجاهلها. بالنسبة لموضوع الفواكه أيضا لا نكثر منها. الحين احنا نوصي نقول كلوا منها وكثروا منها، لكن بحد معقول، لأن الإكثار منها قد يعرضنا لزيادة نسبة السكريات في الجسم، خاصة بالنسبة للمصابين بأمراض السكري. فمن الضروري أن نحن نكون حذرين في الكميات. فلما قلنا نحن 5 حصص من الخضار والفواكه، هي الحصص اللي تخلي الإنسان الطبيعي سواء كان مريض أو غير مريض يكون ماخذ كل الفوائد اللي يحتاجها دون أي أو أقل نسبة ضرر يكون فيه. إذا كان مثل مرضى السكر، فالحين المجال يمكن متاح أكثر للأسئلة. فإذا عندكم أي أسئلة أو تعليقات أو توضيح حابين، المجال متاح، حطوا أسئلتكم. أنا بحاول أرجع للملاحظات فوق إذا في أي ملاحظات. حفظي البث إن شاء الله. الخضار الورقية تكون مقطعة ولا هنا تكون عادة مقطعة؟ فلما نحن نقول بحساب الكوب لازم تكون مقطعة عشان نحطها، يعني مثل الجرجير والبربير والنعناع خلنا نقول الخس الملفوف، هذه كلها لما تقطعينها وتجمعينها بهالمقدار تكون ما يقارب الحصة الغذائية اللي نحتاجها من الخضار. انزين، هل غسل الخضار بمادة خاصة مضر؟ لا مش مضر، إذا كانت المادة خاصة بغسل الخضار والفواكه ما تكون فيها نسبة ضرر، لأنها أصلا مخصصة لهذا الغرض. لكن طبعا لازم نحن يعني للاحتياط نكون متأكدين ما في بقايا لهذه المادة، نكون نغسلها بالماء بشكل جيد. فرك الخضار والفواكه جدا ضروري لما نغسلها، مش مجرد أني أنا صبيت الماء عليها معناته أني أنا غسلتها، لا، ضروري جدا أني أنا أغسل القشرة بشكل جيد،
اتخلص من بقايا المبيدات الحشرية، اتخلص من الأتربة او اي مواد ممكن تكون تراكمت على القشرة الخارجية للفاكهة. حتى الموز على فكرة، الناس كثير يقولون نحن الموز بنقشره وبناكل الفاكهة اللي داخل، فما يحتاج اني اغسلها. لا، غسلوها، لان انتوا تقشرونها يمكن انتوا لوثتوا ايديكم وبعدين بتتضررون من المواد اللي موجودة فيه، فاغسلوا القشرة، انتوا ما مش خسرانين منها. في بعض في معلومة ايضا كنت حابة اتطرق لها بما اني تكلمت عن غسل الفواكه. كان في بعض الناس يلاحظون الملصق اللي موجود على الفواكه، يقولون ان في مادة وهاي مادة مضرة وغيرها. لا، المادة اللاصقة اللي ما بين الاستيكر هذا اللي ملصوق على الفاكهة والفاكهة، هاي مادة قابلة للأكل. فإذا شفتوا منها بقايا ما خازت لما غسلتوا الفاكهة فلا تحاتون، هاي مادة قابلة للأكل وصالحة للاستخدام. متى يتم تناول الفواكه، قبل أو بعد الوجبات؟ قريت إن المفروض قبل الوجبات. ما مدى صحة هالمعلومة؟ بشكل عام نحن نفضل إن الفواكه والخضار إذا نحن نوصي به قبل الأكل، على أساس عادة الخضار والفواكه نسبة السعرات الحرارية اللي فيها أقل من الأطعمة المطبوخة، مثل خلنا نقول المشابيس والعيوش وغيرها. فلما نقول تناولوا طبق من السلطة في بداية وجبتكم الغذائية، على أساس تحسون بالشبع وبالتالي ما تتناولون كمية كبيرة من الطعام، فتقللون استهلاككم للطعام. شو أفضل نوع رز للأكل الصحي؟ ما عندي فكرة بصراحة شو نوع، يعني كشركة ما أقدر أقول، لكن الأرز الأسمر يعتبر محتواه أعلى في الألياف، فيعتبر أفضل للاستهلاك. عندي إمساك، الإمساك دائما نحن نوصي بتناول الخضار والفواكه. الخضار والفواكه لما نتناولها كفاكهة أفضل من العصير. يعني في ناس كثير يوصون أوكي عندك إمساك اشرب عصير برتقال، صحيح له فايدة، لكن نسبة الألياف اللي فيها ما راح تكون نفس الفاكهة، فاكهة البرتقال لما أنا أتناولها. فالألياف تساعد المعدة على الهضم بشكل جيد، وتساعد الأمعاء على تحريك الأمعاء، وبالتالي شعور أريح في مسألة الإمساك. المعكرونة شو أفضل نوع صحي؟ المعكرونة ما تعتبر فواكه وخضار، هي من النشويات، لكن دائما مثل ما قلنا أن الأرز ممكن هو أيضا من الخضار، وخلنا نقول اللي هي القمح، لكن يعتبر من فصيلة النشويات. فخلنا نقول الأسمر العالي بالألياف. لازم التنويع في حصص الفواكه، يعني عادي أكل حبتين موز يعتبر هالشي حصتين ولا لازم أنوع؟ التنويع الغرض منه التنويع، مثل ما ذكرنا في عندنا 5 ألوان وكل لون له فائدته، فلما أنا أنوع أنا أزيد من الفوائد اللي تدخل في جسمي. لكن إذا أنت حابة أن يكون تناولك للمادة الغذائية لصنف معين أنت مفضل بالنسبة لك، فلا بأس، يعني بما أنك أنت ملتزمة بال5 حصص، بس لا تكثرين من الموز، ترى ممكن يسبب لك إمساك لأن في نسبة عالية من النشويات. الموز أيضا، الموز بالنسبة للون، يعني كل ما كان اللون مايل للأخضر أكثر عرضة أن يسبب إمساك، وكل ما كان مايل للبني فهذا يكون نسبة السكريات فيه أعلى، وبالتالي ممكن يخفف مسألة الإمساك. مثلا هذه المادة، نعم، هل نسبة السكر في الفواكه لا مانع أكلها بشكل كبير يوميا الأطفال مثل المانجو؟ لا، المانجو يعتبر نسبة السكريات اللي فيه عالية، فعشان شي المانجو نص، يعني دائما الحصة الغذائية للمانجو مش نفس التفاح. التفاحة نقول ثمرة كاملة، لكن المانجو مش ثمرة كاملة. المانجو خلنا نقول نص شريحة من المانجو هي الحصة الغذائية للمانجو، لأن فيها نسبة سكريات عالية مثل ما ذكرتوا، بس الفوائد اللي فيها، نسبة الألياف فيها ممتازة، فيها أيضا
عفوا السوائل، عندي مشكلة في من أكل الطماطم، أحاول قدر الإمكان أبتعد عنها، في بديل لها؟ يعني البديل اللي هي الخضار والفواكه كلها بدائل، أنت تختارين اللي يناسبك، مو شرط إن أنت تتناولينهم كلهم. فإذا ما تحبين الطماط عادي، يعني ما في بديل لطعم الطماط عشان أقول لك يعني هذا بديل للطماط. العنب بيزيد الوزن بطريقة كبيرة. العنب تعتبر في نسبة سكريات، وعادة يعطونها للناس اللي يعانون من خلنا نقول عصير العنب وعينه والعنب، يوصون الناس اللي يعانون من نحافة انه ممكن يكثرون منها كنوع من رفع السعرات الحرارية بطريقة صحية، لكنها تساعد على ايضا تقليل الامساك، فيها نسبة سوائل عالية، فعشان شي العنب نحن نقول ملة واحدة واظني بتشبع. يعني كيف ممكن ادخل الخضار والفواكه للطفل الرضيع؟ سؤال مهم فعلا. الطفل الرضيع، احنا اولا لما نتكلم عن الطفل الرضيع نتكلم عن 6 شهور من الرضاعة الطبيعية الخالصة، ما يكون فيها اي ادخال للماء او حليب او منتجات الحليب الصناعي. ف خلنا نقول الرضاعة الطبيعية الحصرية هذه 6 شهور الاولى. مجرد ما يكمل الطفل 6 شهور نبدأ نحن نعطي الخضار، او الفواكه. نبدأ بالخضار والفواكه اللي اقل تعقيدا، مثل شو الخضار؟ مثلا الكوسة ممكن نبدأ فيه، لا نبدأ بالجزر بداية لان الجزر تعتبر فيه نسبة سكريات شوي عالية. عندنا التفاح ممكن نبدأ، الكمثرى ممكن نبدأ فيه كفاكهة، ممكن نبدأ بالبطاطس أيضا ممكن نبدأ فيها كنشويات للطفل الرضيع. كيف ممكن ندخلها؟ طبعا لازم تكون سائلة المادة الغذائية على أساس الطفل لحد ما يتعلم عملية البلع عنده تتحسن. نبدأ بمادة غذائية في الأسبوع الأول، نبدأ بمادة نوع واحد على أساس. ليش نحن نوصي بنوع واحد؟ لأن الطفل توه بادي يتعلم، توه بادي يتقبل طعم جديد عليه غير حليب الأم، فمن الطبيعي نحن نوصي أن نحن نبدأ بالتدريج. ومن الأمور الهامة أيضا اللي تخلينا نوصي بالتدريج في تناول الطعام الطفل، علشان نلاحظ أي علامات أو بوادر للتحسس الغذائي تظهر على الطفل. من في هناك بعض الخضار والفواكه اللي خلنا نقول نسب التعرض للحساسية فيها عالية، مثل المانجو والتوت أو خلنا نقول الفراولة، هي من بعض المواد الفواكه اللي تسبب تحسس لدى الفرد ممكن. فنبدأ بمادة غذائية، لما نبدأ نشوف إن الطفل في عنده تقبل، عنده رغبة إنه يزيد، بنبدأ نزيد بكميات، نزيدها تدريجياً، نبدأ نخلط بين المواد. طبعا يفضل ان نحن نعطيه بطهي بالبخار، افضل طريقة واسلم طريقة للطفل، وبعدها بالخلاط ممكن نضيف له من حليب الام بضع ملاعق على اساس يستسيغ الطعم وما يحس في غرابة بالطعم لحد ما يتعود عليها. لما يبدأ الطفل شوي يكبر يوصل لمرحلة 8 إلى 9 شهور نبدأ نعطيه اطعمة شوي يعني ما بنقول صلبة، لكن مثل الخيار مثلا بس برقابة، ما نتركه على أساس ما يصير عنده أي اختناق. نعطي مواد الذوبة بسرعة أو لينة شوي في التناول. في هناك بعض المنتجات اللي خلنا نقول الطبيعية وخاصة بالأطفال، البسكوت الخاص بالأطفال الأورغانيك مصنوع من الفواكه والخضار، على أساس أن نبدأ نعود الطفل تدريجياً على أكل التناول الأطعمة الصلبة. بطلع عن موضوع الفواكه، هل الحليب قليل الدسم أفضل لعمر 4 سنوات من حليب كامل الدسم لعمر 10 سنوات أفضل نوع حليب؟ زين، إحنا دائماً نوصي الحليب قليل الدسم. ليش؟ على أساس حليب قليل الدسم يعني الطفل لما إذا ما تعود على طعمه وهو صغير بيستصعبه لما يكبر. حليب قليل الدسم نسبة الدهون الحيوانية اللي فيه أقل، فبالتالي أنا ما راح أعطيه نسبة دهون عالية.
لكن ممكن الأطباء لفترة معينة يوصون الشخص اللي يعاني من النحافة الشديدة إلى تناول خلنا نقول الحليب كامل الدسم، لكن نسبة الكالسيوم في كامل الدسم وقليل الدسم متساوية، فيعتمد على الطفل وتقبله وعلى وزن الطفل. إذا كان الطفل وزنه طبيعي فابدأ وياه قليل الدسم ما في مشكلة، لكن إذا كان أقل من الطبيعي فممكن لفترة معينة كامل الدسم لحد ما يوصل للوزن الطبيعي. حليب اللوز يعني نحن نعتبره بديل للحليب الحيواني. إذا كان يعاني من تحسس فلا بأس بتناول الحليب اللوز، بما أننا نحن في الصيف وهالموسم موسم رطب، إذا حابة يكون حصة لي منها كم حبة أو الكمية المناسبة. الرطب فعلا تعتبر من الفواكه اللي لها فوائد كثيرة، نسب ألياف عالية، نسب سوائل عالية فيها، يعني مثل ما أنا تكلمت في بداية حديثي أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الفواكه والخضار في مواسم تتناسب مع الموسم هذا، فسبحان الله الرطب يتغير مع المواسم، وفي الصيف يتحول إلى الرطب خلنا نقول أو تكون مناسبة لهذا الفصل لأن فيها نسبة الألياف عالية، لكن ما نكثر منها، يعني خلنا نقول بحدود 3 إلى 4 حبات رطب يكفيكم؟ ما ظني، أظني بتنازعوني. أي الفواكه أفضل لرفع مناعة الجسم؟ بس إذا حبيتوا الرطب كملوه، لكن لا تتناولون شيء ثاني سكريات فيها اليوم على أساس تقللون كمية السكر. أي الفواكه أفضل لرفع مناعة الجسم؟ الفواكه الحمضية خلنا نقول اللي هي فيها الفيتامين سي وفيها مضادات الأكسدة عالية، تعتبر مقوية للمناعة. أيضا الفواكه والخضار ذات اللون الأبيض مثل البصل والثوم، هذه اللي فيها المواد اللي تساعد على محاربة خلايا السرطانية بي وتي. أيضا التوتيات تعتبر فيها مضادات أكسدة عالية وتعزز المناعة. فبالمختصر مفيد بقول لكم كل الفواكه والخضار تساعد على رفع المناعة، فخلوها عادة عندكم في تناول الخضار والفواكه يوميا. فأتوقع بهالطريقة نحن نكون وصلنا نهاية لقائنا اليوم. الكيوي والبرتقال يقوون المناعة، نعم فيهم فيتامين سي عالي. الكيوي على فكرة يعني في معلومة عن الكيوي ان نسبة المغذيات اللي موجودة في قشرة الكيوي جدا عالية، بس عاد اذا قدرتوا تتناولون القشرة، في ناس يقدرون يتناولون الكيوي مع القشر وفي ناس طبعا مستحيل يقدرون يتناولونها. فالكيوي ايضا يعتبر من خلنا نقول من الخضار اللي هي اللون الاخضر او الفواكه اللون الاخضر عفوا، فتساعد على تخليص الجسم من السموم وفيها نسبة حديد عالية ومغذية للجسم. فأنا أعاني من قصور الغدة الدرقية. والله يا أختي بالنسبة لأمراض الغدة الدرقية والفواكه اللي ممكن أنا أقول في هالمجال، سامحيني ما بكون قادرة أني أجاوب على هالسؤال بالطريقة المناسبة، لكن إن شاء الله إذا كانت لنا لقاءات أخرى بحاول أتطرق لهذا الموضوع بإذن الله وأبحث فيه أكثر وأقدر أفيدك فيه بإذن الله. جزاكم الله خير على متابعتكم وتواجدكم اليوم ويانا، استمتعت في جلستي اليوم معاكم والحوار معاكم، وإن شاء الله الأساي الأساي هذا ما أدري شو أسميها لي مأساة، هذه الأساي شو مكونات الأساي؟ قولوا لي أنتوا، قولوا لي شو مكوناته، يلا اللي يسوون أساي في البيت خلي يقولوا لي محتوى الأساي شو، عشان أنا أقدر، أنا ما تناوله بصراحة، ما تناولته بس أشوفه يعني الكل هاب فيه يعني بالأحرى. قولوا لي هي أعطوني فكرة عن المواد اللي موجودة في الأساي.
ثلج ملون وفواكه. اوكي وبعد اضغي خلوني اسمع منكم. توت بري مثلج. الاساي مثل ما قلتوا محتواه يكون اعلى في التوتيات مثل ما قلنا اللي هم التوت الازرق التوت الاحمر، ففيها نسبة عالية من مضادات الاكسدة، وممكن البعض يعني يستخدم فيها بعض الاضافات مثل خلنا نقول بذور الشيا قلتوا اللي هو الحين خلوني اتذكر اسمه، الحين اتذكر اسمه البورج بس الحين مو بقادر اتذكر اسمه. اوكي جرانولا ممكن صح، الفول السوداني. فخلنا نقول هو مزيج من الفواكه والالياف الطبيعيه نسبة، لكن مثل ما قلت لكم قبل المشكله اللي فيها ممكن تكون نسبه السكريات فيها شوي عاليه، فلما نتناول اساي نحاول ما نتناول كمية كبيرة، فكمية يعني مناسبة معقولة على أساس ما نكثر الشوفان. بالضبط يبتيها يزاك الله خير الشوفان، فيعتبر يعني نسبة الألياف اللي فيها جدا عالية، تساعد على تحسين الخلايا الدماغية. المواد الفواكه اللي موجودة من التوتيات قلنا إن هي غنية بمضادات أكسدة تحارب الخلايا المسببة للسرطان، لكن بعد أرجع أقول حاسبوا في الكمية. هاي بالنسبة للفواكه بس هي تعتبر مناسبة خاصة إذا كانت باردة وفيها فواكه مثلجة ممكن نحط فيها، فنحاول شوي يعني إذا حضرتوها في البيت لا تضيفون شكر، اكتفوا بالشكر اللي موجود مثلا في الفواكه، او مثلا اختاروا فواكه المثلجة على اساس تحسون بطعم الحلاوة فيها اكثر بهالطريقة. فما ادري شو حابين بعد تعرفون عن الاساي، بحاول ابحث عن الاساي بعد اكثر وان شاء الله نحط لكم نحن، بما ان يعني وايد ناس سألوا عن الاساي ان شاء الله اوعدكم ان نحط نحن بوست في حسابنا في الانستغرام عن هذا الموضوع، نذكر فيه تناول الاساي بشكل صحي وكيف خلنا نقول البطاقة التغذوية، نشرح لكم الاساي كبطاقة تغذوية من المواد اللي فيها وكيف نحن ممكن نتناولها وكم الكمية المناسبة ومكوناتها تكون صحية اكثر. فيعطيكم العافية ويزاكم الله خير، ونلتقي فيكم قريبا ان شاء الله. في عنا لقاء ثاني مع الاخت المثقفة أخصائية التغذية شذا عمر، إن شاء الله راح تلتقي فيكم قريب وتتكلم عن سلامة الغذاء، فترقبوا لقاءاتنا القادمة بإذن الله، ويعطيكم العافية وتصبحون على خير. فعلا هبت السنة. يلا مع السلامة.